السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم كل متابعين قناتنا قناة تربية بيتي. زي ما انتم شايفين كده الحمام ما شاء الله، دي زغاليل صغيرة. النهاردة في الفيديو دوت هنتكلم عن حاجة مهمة قوي، معلقة واحدة بس هتقدر تخلي الحمام بتاعك ما شاء الله يبيض وهو عنده لسه زغاليل. يعني الحاجة دي هتخليه بيبقى عنده قطر تكاثر، سرعة تكاثر وسرعة انتاج بيض، وسرعة انتاج وكثرة انتاج هتكبر كمان حجم الزغاليل، هتمنع كمان موضوع الترويق بتاع البيضة اللي بيبقى فيه ساعات البيض بيضة فيها مخصبة وبيضة لأ. المشكلة دي ان شاء الله مش هنلاقيها تاني لو استمرنا على الحاجة دي واستعملناها بشكل صحيح ومنتظم من غير مبالغة. طبعا اي حاجة لو بتادت عن حدها بتتقلب لضدها، بس ما شاء الله انا من ساعة ما استخدمتها، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، انتاج بقى جميل. الحمام انا اول مرة تحصل عندي ان يبقى الزغاليل كبيرة كده او موجودة في العش لسه، وامهم تعمل عش وهتبيض كمان. يعني الحمامة دي انا حبيت اصورها لكم بتبني عش وقاعدة علشان مستنية تبيض بيضة كمان زي ما انتم شايفين كده. طبعا الحاجة اللي انا هستخدمها النهاردة دي يعني جميلة جدا جدا، بتزود الخصوبة عند الحمام، بتمنع الترويق، بتعالج كمان الكساح عند الزغاليل، لان انا كان عندي المشكلة دي. كان بيطلع احيانا كده زغلول بتبقى رجليه مفرودة مش قادر يقف عليها. ان شاء الله الحاجة اللي هنستخدمها النهاردة هتغطي، يعني هتعالج الموضوع ده تماما، هتعالج موضوع لين العظام والتهاب المفاصل، هتزود لنا انتاج البيض وهتعلي الخصوبة عند الحمام، مش هيكون في ترويق تاني في الحمام بإذن الله. وانا بقالي فترة بستخدمه، يعني انا ما عملتش الحلقة دي غير لما استخدمته فترة طويلة وفعلا جاب معايا نتيجة جميلة جدا. هو في ناس كتيرة يعني بتستعمله من زمان، بس انا بصراحة كان بقالي لسه يعني بدأت استعمله من حوالي اسبوعين او من شهر. هو ثنائي فوسفات الصوديوم، ثنائي فوسفات الصوديوم ده يا جماعة جبار رهيب بصراحة ما شاء الله عليه. دي حاجة مهمة جدا 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 بالنسبة للحمام، طبعا يعتبر رافع مناعة ومكمل غذائي. كمان في ناس بتشتكي احيانا من ان الحمام بتاعها بينهش في بعضه او بيبقى فيه ظاهرة اللي هي النهش، او ان هو بيعض الزغاليل او كده، او حتى عند الفراخ لو حد بيربي فراخ، فثنائي فوسفات الصوديوم بيقضي على المشكلة دي تمام. انا بحط على الجردل المية دوت، هو حوالي 4 لتر مية او 3 لتر، فبحط عليهم معلقة من ثنائي فوسفات الصوديوم، ادوبها كويس قوي في المية، ونكون معطشين الحمام كويس قوي بقاله مدة مشربش، ونقوم حاطينها قدامه. ما شاء الله جميل قوي ولو التزمنا عليه. ده لو احنا حابين نحطه في المية. طب لو انتوا حابين تحطوه على الكلفة مفيش مشكلة، بنحط معلقة على كل 5 كيلو كلفة. او لو احنا حابين نحطه على التحديق ممكن نحط معلقتين لكل طاجن تحديق، او كل طبق كده مليان من التحديق بنحط عليه معلقتين. بس انا بحس ان هو على المية كده احسن وبيدي نتيجة اقوى واسرع واوفر بيني وبينكم. يعني المدة قد ايه بقى؟ فاحنا كل اسبوع بستخدمه مرتين، ممكن افوت اسبوع واحط في اسبوع، مش لازم، ممكن يعني ممكن احط في اسبوع 3 ايام والاسبوع التاني ما احطش وهكذا. المهم ان هو يكون موجود خلال الشهر، يتحط يعني من 3 لـ4 مرات خلال الشهر، لانه هو مكمل غذائي مهم جدا 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 ومفيد للحمام. بيعالج الـ نقص الكالسيوم، بيعالج مشكلة التخصيب، بيعالج ضعف القشرة بتاعة البيض، يعني القشرة ما تبقاش رخوة كده. يعني لو حد عنده برضو فراخ هيبقى حلو قوي. بيعلي الخصوبة عند الذكور والإناث كمان، بيخلي سرعة الإنتاج البيض عند الإناث، هو بيعوضهم عن نقص الفوسفور والكالسيوم والفوسفات، فهو حلو قوي قوي قوي.
بيعالج حالات الافتراس زي ما قلنا، كمان ممكن يزود حجم الزغاليل بيخليهم حلوين، واهم من كل ده ان هو هيحللي كمان مشكلة البيضة الرايقة، انه دايما بيطلع عندي بيضة وبيضة، بيضة فيها جنين وبيضة تكون ايه فاضية ما فيهاش جنين خالص. فان شاء الله الملح ده اللي هو ملح ثنائي فوسفات الصوديوم هيعالج المشكلة ديت، ويخلي الاتنين يكون فيهم أجنة. وكمان احيانا بيحصل كبس للزغلول جوه البيضه ويموت، فدوت برضو بيخلي الزغلول بيبقى قوي وكويس. الناس بقى اللي بتستخدم كالسيوم كتير مع ثنائي فوسفات الصوديوم نخففه، يعني يا ده يا ده، علشان الاتنين مع بعض بيبقى زياده. فاذا استخدمت في الاسبوع ثنائي فوسفات الصوديوم يبقى مفيش داعي للايه للكالسيوم، اذا استخدمت كالسيوم مفيش داعي لثنائي الفوسفات، يعني ابدلهم مع بعض، ده اسبوع وده اسبوع، علشان الاتنين مع بعض بيبقى كتير، يعني ممكن يعمل مشكله في زياده الكالسيوم في البيض، ونلاقي ظاهره البيض اللي هو بيبقى خشن من بره ده، او البيض اللي الكتكوت الفرخ الصغنن ما بيقدرش يكسرها فيموت جواها اللي هو كبس الزغاليل. فاحنا ما اي حاجه نستخدمها ما نكترش منها، نستخدمها بعقل ونستخدمها بالراحة، لأن الكتر الشيء بيقلبه لضده، مش معنى أن الحاجة حلوة أن احنا نفضل نستخدمها فترة طويلة. أنا حابة أوريكم قد إيه هو ما شاء الله فرق معايا قوي قوي. أنا كتير كنت بحزن لما كنت بتعب وأكل وأنظف وأعمل كل حاجة، وفي الآخر أجي على الإنتاج ألاقي الجوز كل جوز مطلع لي فردة، او يطلع البيت كله رايق، البيضتين رايقين وارميهم في نفس الميعاد ده من السنه، ما كانش بيبقى عندي نفس الانتاج ده. لكن بفضل الله الحمد لله من ساعه ما بقيت استخدم ثنائي فوسفات الصوديوم فرق معايا قوي قوي قوي، علشان كده حبيت اشارككم معايا التجربه ديت، وتشوفوا قد ايه هو حلو قوي بسم الله ما شاء الله في الانتاج. يعني الحمام ما بين رائد او لسه عنده مطلع زغاليل او بيبيض ورائد على البيت زي ما انتم شايفين كده، او بيأكل اولاده. يعني انا عندي كل الاحجام والاعمار، لان انا ما بعملش زي الناس اللي هي بتخلي الحمام كله يبيض مع بعضه في وقت واحد، لا انا سايباه كده بطبيعته، لان ده رزق بتاع ربنا. يعني ما فكرت الصراحه حكايه ان انا اخد منه الزغاليل زي الناس اللي بتعمل. يعني انت لو حابب تخلي الحمام كله يبيض مع بعضه في وقت واحد زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، كله اما بايض او لسه تحتي طالع صغير او طالع ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. عايزين تخلوه يبقى كله بيبيض مع بعض في وقت واحد، بنجمع من تحتيه كله الزغاليل وناكلها احنا، فبالتالي هو بيرجع يبيض تاني الدورة اللي جاية هيبيض كله مع بعض. دي طريقة سهلة وبسيطة للناس اللي حابة تخلي الحمام كله يبقى بيبيض ويطلع مع بعض. هي حلوه في ايه بقى، في ان احنا لما بنيجي ناكل بيبقى عارفين ان احنا الحمام كله عنده زغاليل، الحمام كله رائد، الحمام كله الحجم واحد. بس انا ما عنديش وقت ان انا اطلع الزغاليل ديت واقعد اكلها زي ما شفتوا قبل كده، انا بالعكس انا بعمل لهم اكل عشان هم ياكلوا اولادهم، لان انا ما عنديش وقت خالص عشان اقعد اجيب الم الزغاليل دي كلها واقعد اكلها أنا. بس هي طريقه كويسه يعني لان الحمام يبيض كله في وقت واحد. المهم ان انا الفتره اللي كانت زي كده من السنه اللي فاتت ما كانش عندي نفس الانتاج ده خالص خالص، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، اما احجام كلها حلوه ورا بعضها، وكله ما شاء الله مطلع جوز جوز، ما فيش حاجه مطلع فرده واحده، يعني حتى لدرجه ان كمان هتبيض وهي عندها زغاليل، دي برده ما كانتش بتحصل عندي، لان كمان مشكله كبيره عندي ان انا الحمام محبوس مش بيطلع، وطبعا ده بيأثر عليه، بيبقى عنده نقص أملاح ومعادن رهيب، ونقص في الحاجات اللي هو المفروض بيجيبها من الطبيعة. فعشان كده أنا بحب أعوضه ده كله من خلال التحديق ومن خلال المعادن والأملاح والحاجات المكملات الغذائية اللي احنا بنديها له، ومن ضمنها ومن أحسنها اللي هو ثنائي فوسفات الصوديوم. حبيت أوريكم منظر ده الجميل ده، الحمام عمالة بتأكل أولادها، هي خايفة مني عشان الفلاش بتاعكم الموبايل، وهما طبعا مش فارق معاهم حاجة، هما جعانين وعايزين ياكلوا.
حاجة شكل الحمام وهو بيأكل أولاده، بحب أشوف المنظر ده جدا، بيبقى شكله كده جميل وتحس قد إيه الأبوة والأمومة عندهم عالية قوي، يعني بيتعب قوي علشان يأكل أولاده، وأولاده أعوذ بالله ما بيشبعوش. على فكرة الثنائي فوسفات الصوديوم ده بيأثر كمان ما شاء الله على حجم الزغاليل، يعني بيدي للزغاليل حجم كويس، بيفرق برضو في الحجم كتير عن انك تكون مش بتحطه، لما تحطه هنلاحظ الفرق. يبقى هو كده بيأثر على الخصوبة بنتيجة إيجابية، بيأثر على لين العظام ويحللنا المشكلة بتاعتها وبتاعت. أتمنى ان انتوا ان شاء الله تجربوه وتشوفوا وتقولوا لي ايه رأيكم فيه، وان شاء الله مش هتندموا ابدا. الكيس من نسيت اقول لكم على سعره، الكيس منه ب20 جنيه، وفي ناس بيبيعوه ب25، بس هو 28 في الوقت الحالي. مش هتندموا ان انتوا تستخدموه، وهيفيدكم جدا جدا جدا، وهيحل لكم مشاكل كتيره قوي. وبلاش تستخدموا كل يوم كل يوم كل يوم، انا استخدمه مرتين او ثلاثه في الاسبوع، ونريح اسبوع ونشتغل اسبوع، ونبدله مع الكالسيوم، وان شاء الله تلاقي نتيجة حلوة قوي زي ما شفنا كده بعينينا. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوناش بقى بلايك وشير عشان تشجعونا، وتنشروا الفيديو مع كل اصحابكم واحبابكم وكل الناس اللي بتعاني من موضوع المشاكل اللي احنا حللناها النهاردة بمعلقة واحدة بس. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.